She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. هاي جايز، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ واش كتعاودوا؟ المهم اليوم جبت لكم تخوازيام بارتي ديال الفلوغ ديال فاس. عارف راسي بلي تعطلت عليكم وما لحقتش لكم الفيديو في الوقت، ودازت مده ما بين دوزيام بارتي وتخوازيام بارتي، مي سي با غاف، راكم عارفين كل واحد كيغبر مع قرايته مع حياته. المهم بلا ما نطول عليكم، ما تنساوش تكملوا الفلوغ حتى الاخر وتخليوا لايك وكومونتير. المهم دابا غادي نمشيو مدينه قديمه ديال فاس باش ندورو فيها ونشوفو ديك الأجواء ديال المدينة القديمة. المهم أول حاجة درناها ملي مشينا المدينة القديمة هي دخلنا هاد الجامع هذا، صراحة ما عرفتش شنو سمية ديالو، ولكن هو فيه بزاف ديال البيبان، فيه واقيلا شي 4 البيبان ولا ما عرفت، وكل باب عنده سمية. جايز، سمية ديال الجامع سميتو جامع القرويين، وهاد الباب سميتو باب الورد. عرفتي ما تخيلوش انا شحال كنسى شي حوايج اللي هما بساط اللي خاصني نبقى عاقل عليهم كنساهم. المهم حتى شفت في الفيديو، زعما شفت الفيديو سميت الباب، هذيك الساعه عقلت عليه. المهم صافي، دابا ملي خرجنا من الجامع مشينا كنتساراو، وكنا كنقلب على واحد البلاصه اللي فيها ديك ديال الصباغه، داك اللي كيصبغوا الجلد وداكشي، ولكن ما لقيناش ما عرفناش الطريق من دوزو لها. صافي، ومن بعد بقينا كنتسارى وكنقلبوا، عرفت كنحسب راسي بحال بارك في لابوطا ميغفاي، هذوك الشوارع القدام وداك الجو، عرفتي واعر. ايوا المهم في الاخر جينا عند هاد الراجل كاين في المدينه القديمه كيبيع الحلوى. صراحه هذوك كاملين اللي كاينين في المدينه القديمه كيبيعوا الحلوى واعره، ولكن لقيناهم مسدين مع قلت لكم ديجا ضيعنا الوقت باش نقلبوا على ديك البلاصه، وفي الاخر ما لقيناهاش، مي عادي ماشي مشكل. صافي ملي جينا لقينا غير بوحدو اللي باقي حال، دونك اضطرينا ناخذو من عنده، واخا داكشي صراحة كان عنده ما مزوينش، ماشي كان عيب زعما في داكشي اللي كيدير، ولكن ما كان لا بنا لا والو. وملي بغينا نرجعوا للوطيل نسينا الطوموبيل فين حطيناها، دابا حنا حطيناها في واحد البلاصه الفوق، وهبطنا من دينا لتحت، دونك بغينا نرجعو لقينا راسنا بلي راه بعدنا بزاف. صافي لقينا واحد الهوندات كيوصلوا عباد الله، وقلنا ليهم وصلونا زعما الباركينغ الفوق وما يوصلونا. صافي من بعد ما وصلنا انا ما بغيتش نبقى مريح في لا شومبر، داكشي علاش هبطت لتحت وريحت، مع لتحت كان الكالم، حتى شي واحد ما كان خارج، كان الدنيا تما خاويه، وانا كان بغي البلايص اللي هما كالم اللي ما فيهمش بزاف ديال الناس. ونسيت حكا صورت لكم فيديو في تيك توك، انا دابا نحطو لكم. ونادم ضرب حتى طلويل، خارج في نصاص الليل، بغني انا نبغيه يا حبيبتي مستحيل. المهم صافي من بعد ملي فطرنا دغيا زينا حوايجنا ومشينا مشينا زعما بحالنا باش نرجعوا لكازا. المهم عرفتي صراحة كنت عيان ديال بصح، ما كرهتش نمشي للدار والناس ما ندير والو. المهم هذا هو الفلوغ، هادشي اللي كان فلوغ خفيف ظريف، واخا عارف راسي بلي تخوازيام بارتي عطلتها عليكم بزاف. تخيلوا حطيت الفلوغ الاول زعما بارتي الاولى وبارتي الثانيه، وعاد ديك الساعه لحت فيديو واحد اخر، عاد لحت البارتي الثالثه. المهم هادشي اللي كاين، وباي باي وغروس بيزو ليكم كاملين.